هذا البيت الدافئ في مدينة الناصرة هو المركز الأول في المجتمع العربي الذي يشكل إطاراً يحتضن أشخاصاً مع متلازمة التوحد خلال ساعات الغروب حتى المساء، ويكسب رواده مهارات للتغلب على معضلات وعقبات يواجهونها خلال مسيرة الحياة. سويت قلعة كبيرة فيها العملاق، وسيف ذهبي وزلمة لونه أخضر بطلع من إيده مي، ورجل جبل بطلع من تمه مي، وهذا حجر برج، وهذا القمر. وتؤكد نسرين صاحبة المركز على ضرورة رفع الوعي لدى المجتمع العربي حول هذه الشريحة من المجتمع واحتياجاتها للاندماج بسوق العمل، وهذا ما شكل لديها الحافز لافتتاح هذا المركز. أول إشي يعني فينا ألوت مشكورة إنها هي بتهتم بموضوع إنها توعية، بس هي الوحيدة اللي بتعمل بتشتغل على هذا المجال ومتلحقش، وهي مقصرة شوي كمان بمجال بالوسط العربي، ما فيش وعي بالمجتمع العربي لهذا المتلازمة، بسموها متلازمة، متلازمة التوحد، وبالذات انه بعرفوش انه هدول الاولاد بحاجة لإطار خاص عشان نقدر ندمجهم بالمجتمع، بالبداية بحاجة لحاضنة. وتروي إناس وهي مرافقة لأطفال مع متلازمة التوحد عن تجربتها الشخصية وتمرر رسالة للمجتمع بأسره. إناس بتفكر إنه اللي مشخصين بالتوحد هني ناس ما بتحسش لأنه عندهم صعوبة بالتعبير، بس اللي اكتشفته أنا خلال مسيرتي معهن إنه هني أكتر ناس عندهم حب سعادة وعندهم تعاطف مع الغير، بس بدهن مساعدة كيف يطلعوا هاي المشاعر لبرا. وكمان اكتشفت انه احنا كلنا عنا طيف التوحد بما فيهن انا كمان، لانه التوحد هو تشخيصه صعب، عشان يعطوا هاي الفئة ميزة واحدة سموه توحد، فهو له كتير فروع، اللي هو صعوبة التواصل بالعين، صعوبة التحدث بطلاقة عن المشاعر، فبتخيل انه كلياتنا في عنا هاي الصعوبات في محل معين بس ما شخصنا. أما دعاء وهي معالجة وظيفية فتشدد على ضرورة رفع الوعي لدى الأهالي لكيفية تعاملهم مع أطفالهم المشخصين مع متلازمة التوحد. يعني أكثر إشي بزعجنا من ناحية الأهالي، الأهالي ما عندهاش وعي كافي إنها تفوت ابنها هيك إطار، اللي هو إطار يعني ترفيهي، إشي بعد الظهر أو إضافة للصبح اللي بيكونش مدرسة، فبيجي بهذا اليوم اللي هو يرفع عن حاله، فلازم نوعي الأهل أكتر. أول إشي إن بطلبوا منا إنه اقبلوني أنا كيف أنا، زي أنت زي كل واحد فينا بده الناس تحبه كيف هو، وهني كمان بدهن نحبهن كيف هني، فلازم نحب البني آدم ونتقبله كيف هو علشان يقدر يكون معنا. هاي أول بوابة بنفتحها. ألبرت أينشتاين، بيل غيتس، فان كوخ، أسماء لمعت كل في مجاله ونجحت في كسر القوالب والتميز حتى الوصول إلى أعلى المراتب والمستويات، نجوم حولت من متلازمة التوحد لديها إلى متلازمة التحدي، وهذا ما يرنو إليه القائمون على هذا المركز من خلال توفير كل الدعم لرواده.